طبعاً بنبتدي دايماً بأن شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضاً لا يتحقق إلا بالحب. طبعاً إحنا نتكلم في العلاج السايكوديناميك، وكنا عرضت ده اللي هو قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على ارتداء الكمامات عشان نقلل انتشار العدوى، وما زال الشعب المصري غير ملتزم حتى بقرارات عليها غرامات. الحالة المرضية اللي عندنا انه ده قلنا شاب 29 سنة متخرج من الجامعة، بيشتغل محاسب، راجل رومانسي وبيكتب أشعار. في يوم من الأيام رجع بدري من شغله ومعاه نفسه مسدودة عن الأكل ودخل ينام، لما قام من النوم كان فاقد البصر، وعرضوه على أطباء عيون قالوا عينيه سليمة ولازم يشوفوا أخصائي المخ بالمخ والأعصاب. طلب له أشعار ورسم مخ وما لقاش حاجة، فقال لهم ده محتاج يتعرض على طبيب نفسي، لكن طبعا زي كل المصريين قالوا الله وإننا مش مجنون ومش معقولة يعني نوديه لدكتور نفساني ولما نيجي نجوزه نقول ايه للأهل العروسة، نقول لهم اللي بيتعالج نفسيا ما ينفعش، ده أكيد القضاء والقدر هو اللي عمل فيه كده. وبدأوا يروحوا للرقية الشرعية وعين مصابته ومعالجات شعبية والكلام الفارغ ده كله، وفي الآخر مفيش فايدة. طبعا فقد وظيفته لأنه قاعد في البيت ما بيشتغلش، وحالته النفسية بقت سيئة جدا من الفراغ، وعصبي بيصول لأدفع الأسباب وما بينامش، وشهيته للطعام قلت، فأصابته حالة شديدة من الهزال، فاضطروا العرض على طبيب باطني. طبيب الباطني اداله فيتامينات ومكملات غذائية وقال برضه يعرض على على طبيب نفسي. هنا بقى اضطر الأهل انهم يعرضوه على طبيب نفسي. فماذا فعل الطبيب النفسي؟ هذا ما نتدارسه في هذه المدرسة، اللي هو اتكلمنا عن جزء منه اللي هي مكونات الشخصية، وادي الأنا اهو، وادي الحيل الدفاعية، وشوفنا الأنا هنا، وشوفنا الحيل الدفاعية اللي كنا كاتبينها ريليشن والراشناليزيشن والديسوشيشن والكلام ده كله، وبيعمل الحيل الدفاعية دي عشان يعمل نوع من التوازن بين الصراع بين بين الأنا الأعلى وبين الغرائز. طبعا اتكلمنا عن المكون المبدع من الشخصية والسواء والعصاب، السواء والعصاب، وفي نفس الوقت مستويات الوعي ومراحل النمو النفسي الجنسي ودور مراحل النمو والنفس الجنسي في تكوين الشخصية. وقلنا ان السادية ممكن ترجع الى المرحلة الفمية وفسرنا ده، وقلنا مراحل النمو النفسي كلها سواء الفمية او الشرجية او القاضبية او الكمون، ووصلنا للجنسية البالغة، ومرنا في كل مرحلة بالصفات المميزة للشخصية والدفاعات بتاعتها والتثبيتات وتأثيرها على الشخصية. وطبعا عشنا في كل مرحلة ما هو مرتبط بها من حيل دفاعية وتأثير على الشخصية، واتكلمنا عن التثبيت والنقوص، ورجعنا للغرائز واتكلمنا عن أهمية الغرائز ودورها في حياتنا، واتكلمنا عن المقاومة وقلنا بتظهر ازاي المقاومة، اتكلمنا عن الأحلام في العلاج السايكوديناميك، وتكلمنا عن مصادر الأحلام، وتكلمنا عن أمثلة للأحلام، وقلنا إن الحلم جنون أثناء النوم، والجنون حلم أثناء يتنفس في اليقظة. وتكلمنا عن نسيان الأحلام وتفسير الأحلام والنوم المرتبط بالأحلام اللي هو الريم سليب، أهو زي ما انتم شايفين 25% من النوم، وقلنا ان في موجات الفا كي يشبه حاله اليقظه. اتكلمنا عن اليه حدوث الاحلام وانواع الاحلام عند الدكتور حموده، واتكلمنا عن تفسير العجز الحركي اللي بيحصل للنايم
في أثناء المطاردة لما يبقى شايف إن حد بيجري وراه في الحلم وبيحاول يجري ورجليه كأنها ما بتتحركش وكأن عنده شلل في رجليه، ها؟ كلمنا عن هذا العجز الحركي وإزاي بيحصل. النهاردة طبعاً هنتكلم عن الطرح اللي هو من الحاجات المهمة جداً واللي هي أساسية في العلاج النفسي واللي لا يتم العلاج النفسي بدونها. فدي اللي بنقول عليها أو بنوصفها بأن دي العلاقة اللي بتنشأ بين المريض والطبيب أو المعالج، ودي بتبقى علاقة وجدانية عنيفة، وده وصف فرويد نفسه، وممكن تبقى موجبة وممكن تبقى سالبة، وده بدون تدخل من من المعالج. يعني سالبة المعالج ملوش ذنب، موجبة المعالج ملوش ايه؟ ملوش ذنب، لكن هي بتصل إلى حب شهواني صريح أو إلى تحدي وبغض شديد ويبقى عايز يدمر المعالج، ولكنه في نفس الوقت أداة هامة للإيه؟ للعلاج. يعني برغم خطورتها دي إلا إنها مهمة جدا للإيه؟ للعلاج. طبعا الطرح الإيجابي بيساعد المريض إنه يطرح رغبته، يطرح جانب رغبته في الشفاء، ويبتدي يتخلص من أعراضه ويحل محلها رغبة إرضاء الإيه؟ المعالج، ويبقى عايز يظفر بتأييد ومحبة المعالج، فيبتدي يتحسن إرضاء الإيه؟ للمعالج. ده طبعا لما بيبقى الطرح إيه؟ إيجابي، فبيبقى كده الطرح هو القوة الحقيقية الدافعة في العملية التحليلية العلاجية، لأنه بيعمل تقوية للعمل الضعيف، وبيعمل وطبعا بتأثير إرضاء المعالج بيتحسن الأنا وبيحقق أمور كانت صعبة إنه يحققها. يعني لو شفتوا آية وتأملتوا اللي كانت فيه في أول جلسة وتأملتوا هي دلوقتي بقت فين، وبقى عندها استعدادات إنها تعمل إيه، وبقى عندها قوة في الأنا قد إيه، تحسوا إن الأنا الضعيف بتاعها تحسن، وإن عندها دايماً رغبة في إرضاء الإيه؟ المعالج، وحتى لو في أمور صعبة هي بتحاول تحققها عشان الأعراض المرضية إيه؟ تختفي، زي المواجهة اللي هتعملها مع أبوها اللي هي وعدت بيها، وزي حاجات كتير حققتها قبل كده بين الجلسات اللي فاتت. طبعا لما بيطرح المريض على المعالج بيحط مكان ابوه او مكان ايه؟ امه، وده بيتم بشكل لا ارادي، وده بيتيح له السيطره على الانا اللي بيمتلكها اصلا، الانا الايه؟ الاعلى. يعني الانا الاعلى اللي جاي من الاب والام هو اللي بيبقى مسيطر على الايجو، لكن لما بيدخل المعالج كطرف بيبتدي يبقى هو اللي مسيطر على الانا بدلا من الايه؟ الانا الاعلى بتاع الاب والام. وهنا بقى دي الخطورة، لأنه للأسف الشديد كتير قوي زي سلسبيل كده، دي محبطة من جوزها اللي ما بيتكلمش وما بيعملش حوار معاها، فمجرد ما تدخل على النت وتلاقي حد بيسمعها وبيهتم بيها وبيتفهمها وبيبتدي يخليها تفرغ شحناتها وتتكلم وتتكلم معاها ويديها الونس اللي هي مفتقداه مع ايه؟ مع جوزها، خلاص تبتدي تطرح عليه وتبتدي تحبه وتبتدي تعيش معاها في علاقه عاطفيه، وبعد شويه ترفع على جوزها خلع عشان تتجوز مين؟ الشخص الثاني. والشخص الثاني ده ممكن يبقى متجوز ولكنه من النوع اللي ايه؟ دونجوان. عارفين يعني ايه دونجوان؟ اللي هو بيلفت نظر الستات وبيستهويهم وبيخليهم يعشقوه، وفي نفس الوقت هو يعني او عنده الموقف الاوديبي، وبتاع الموقف الاوديبي ده بتستهويه جدا اللي مرتبطه بحد ايه؟ تاني، لانها بتعيد له المثلث الاوديبي اللي وريته لكم من شويه، اللي هو كان مهزوم فيه قصاد ابوه لما كان طفل، فهنا هو قصاد زوجها هو اللي هينتصر، فهينتصر في المثلث الاوديبي، فهيعوض اللي ايه؟ يعوض الضعف اللي كان عنده
وفي نفس الوقت يحس بذاته أعلى ويحقق انتصار على شخص أصلا متخلي عن زوجته وهو بدأ يديها الاهتمام ففاز بيها، وأول ما ياخدها وتعمل خلع من جوزها وتبقى له هو يعني مش مرتبطة بحد تاني، يبقى كده المثلث ما بقاش ايه موجود، وعدم المثلث ما بقاش موجود، هي ما بقالهاش ايه ما بقالهاش لازمة. وكتير جدا من الستات بيقعوا ضحايا لها، والمخطوبات المخطوبات برضه بيبقوا اتنين صحاب، وطبعا انتوا عارفين الاغنيه بتاعت هشام ايه عباس لما بيقول ايوه قاعد يحكي لي عنها، وبعدين لما خلاها ايه حباها، هو حباها لانها مرتبطه بايه، ما في بنات كتير غيرها ويمكن احسن منها لكن بتستهويه المرتبطه بايه باخر، اللي هي بتحقق له المثلث، فلما بتحقق له المثلث بتبتدي تستهويه، فبيبقى ايه دي لها بريق خاص ولها جاذبيه خاصه، بيبتدي بقى ايه يبقى عايزها، فلما بيعوزها ويبتدي تبقى معاه ويتخلى عنها خطيبها، المثلث خلاص ايه اتحل، فما بقتش لها الجاذبيه اللي كانت موجوده قبل كده، فيبتدي يسيبها ولا ما عطلكيش، وتبقى خسرت اللي ايه خسرت الاولاني، واللي بتبقى عملت خلع خسرت ايه جوزها، وهكذا. اللعبه دي موجوده كتير وبتحصل كتير قوي دلوقتي، وبقى عندنا مواقع التواصل الاجتماعي في منتهى الخطوره، لانه بتدخل الست من دول حاسه بفراغ، وبعدين تبص لها اللي بعت لها طلب صداقه فتبتدي تقبله، وبعدين ده مجرد ما اي ست تظهر على الفيس تلاقي دبان وصراصير طالعه رجاله كانه يا مصيبه، انما لو راجل عمل اكاونت ولا حد يعبر، اعملي كده ابني اكاونت باسم راجل وحطي صوره راجل وشوف حد هيعبرك، اعملي اكاونت باسمك بقى حطي صورتك وشوفي كام دبانه وكام صرصار هيجروا عشان ايه ياخدوا جزء من التورته، فمصيبه. وده للاسف الشديد تلاقي كل واحده بتعمل اكاونت تلاقي الاف الرجاله عايزين يطلبوا صداقتها، انما ولد ولا راجل يعمل اكاونت ولا حد يسال فيه، غير دول اصحابه وقرايبه هم بس اللي بيخشوا مجامله لوكال ويبعت لهم طلب، ولما يبعت لواحده طلب صداقه يا سلام لو وافقت يعني. فهنا اللعبه دي بقى بتحصل وبيبتدي يسيطر على انا بتاعها من خلال الايه؟ الحوار والونس اللي بيعمله معاها، ويبتدي يبقى تحت سيطرته، وبعدين يقول لها هو مضايقك ومفيش فايده منه ما تطلقيه. تروح عامله خلع وتقول له خلاص هيت لك هيت لي، لا بقى مالكيش ايه؟ مالكيش لازمه خلاص، لان المثلث ايه؟ المثلث اتفك وهو مش عايز المثلث يتفك. فطبعا بيبقى هنا اعلى جديد بقى اللي هو مين؟ اللي هو الشخص اللي ايه؟ اللي بيسيطر ده. طبعا احنا في العلاج ما احناش بالسفاله بتاعه اللي على النت، احنا ناس بمهنه وبنمارس مهنه في اطار ايه؟ اخلاق، فما بنعملش السفاله اللي بيعملها بتاع النت بيفضل لغايه ما يسيطر عليها، وبعدين عايزين نتقابل ويتقابل، وبعد شويه المقابلات تتطور وتصل الى اللي انتوا عارفينه. فطبعا الانا الاعلى في العلاج، الانا الاعلى الجديد في العلاج بيعمل ما يشبه التربيه اللاحقه للعصابه، زي ما احنا بنربي ايه. يعني احنا ايه بتطرح على المعالج، وبقى الانا الاعلى بالنسبه لها هنا هو ايه؟ المعالج اكتر من ابوها. فبتبتدي تتوجه الى المعالج وتتخلى عن العصابه اللي عندها عشان ترضي الايه؟ المعالج. فهنا توجيهاته
واللي هو بيعمله كأنه بيربيها من جديد. لما بعلمها انها تواجه، لما بعلمها انها تعتز بنفسها، لما بعلمها انها ما بتعملش مقارنه لنفسها بالاخرين، لما بعلمها كل ده كأن انا بربيها من جديد، كأن انا بربيها من جديد. فلما بربيها من جديد كأني بساعدها انها تصنع نفسها، لكن تصنع نفسها زي ما انا عايز ولا زي ما هي عايزه. لو انا عاملها زي ما انا عايز انا مصيبه سودة، وبقيت عامل زي الجماعات الارهابيه اللي بياخدوا الايه الناس ويعملوا لهم غسيل مخ ويجندوهم عشان يعملوا اللي هم عايزينه، لدرجه انهم يلبسوهم حزام ناسف ويروح ينتحر في وسط الناس الى هذا الحد. ها، فدي دول الايه اللي بيشكلوا الناس زي ما هم عايزين، او ايه العلق يمروا في سكتهم، سواء سكتهم بقى ذات اليمين او ذات الايه او ذات اليسار. ده غير العلاج. العلاج احنا بنساعد المريض ان يكون ما يبغي ان يكون. طبعا احنا لما بنصحح الاخطاء التربويه السابقه بنصالحها بحيث تبقى في صالح الايجو بتاع مين؟ مش في صالح الايجو بتاعي انا. لو كانت في صالح الايجو بتاعي انا يبقى انا خرجت عن الحدود واطار المهنه الاخلاقي. طبعا لو انا مشيت المريض في اللي انا عايزه واللي انا بربه، انا كده بشوف صوره ثانيه من ايه؟ صوره ثانيه من اهلي. يعني انا لما سيطر عليه ومشيه زي ما انا عايز، انا بقيت اب وام تاني، ما بقتش معالج. المعالج المفروض انا بساعده انه يكون ما يبغي ان يكون، لكن لما اسيطر عليه ومشيه زي ما انا عايز، انا بقيت سلطه تانيه بدل الوالدين. فبعد شويه هيتمرد عليا ولا مش هيتمرد؟ هيتمرد عليا. عشان كده المعالج بيحرص انه ينمي تفرد المريض ونضج الايه؟ ونضج المريض. طبعا في الطرح المريض بيجسد جزء من تاريخ حياته، ما بيظهرش الا خلال الطرح، اللي هو ايه؟ انه يبتدي يسعى لرضا المعالج كانه بديل للاب، ويطرح عليه الصورة اللي كان بيطرحها على حد كان بيحبه. وممكن نكتشف ان اللي كان بيحبه وكان الشخص المثالي له مش ابوه، لا ده جده او خاله او عمه الكبير، حد فيجر تاني خالص. فبيبتدي المعالج يجسد له حاجات هو ما كانش واعي بيها. طبعا الرغبة دايما بتحاول تطلع وتعبر عن نفسها وعايزة تحقق إشباع، لكن بنقابلها بالحرمان زي الرغبات اللي احنا شفناها، ها؟ وقلنا بيحصل لها كبت. فبيبتدي لما يبتدي الرغبة تبان ويبتدي المريض عايز من المعالج إشباع، فالمعالج بيرفض، يعني بيعمل له ايه؟ حرمان. فالمريض ايه؟ بيشعر بالذل، وممكن يبقى عدواني تجاه مين؟ تجاه المعالج، لانه هو بيطرح على المعالج مشاعر حب وعايز منه مشاعر حب، فالمعالج بيرفض، فيبتدي المريض ينقلب الى ايه بقى؟ الى عدوان. ليه؟ لانه احبط له الاحتياج اللي هو كان ايه؟ الاحتياج اللي هو كان عايزه. عشان كده احنا بنبقى كاننا ماشيين على الايه؟ على السلك. احنا عايزين نستفيد من الطرح، لكن في نفس الوقت ما احناش عايزين نقع في الايه؟ في المصيده اللي المريض ممكن يجرنا فيها. طبعا التحسن اللي بيحصل في حالات الطرح ممكن يبقى جزئيا بيعود الى الايحاء، ولما يتحول لطرح سلبي نلاقي كل اللي احنا عملناه. لما يبقى في عداء بقى من المريض للايه؟ للمعالج، نبص نلاقي كأن اللي احنا عملناه راح، وكل الجلسات اللي فاتت ولا كأن المريض استفاد منها، لانه بقى عدواني تجاهنا، فعمل زي الايه؟
يعني هدي كل حاجه. طبعا المريض فهم المريض لنفسه وثقته بيها وبيتصرف كطفل، عشان كده خطر الطرح بيتفهمه المريض كخبره واقعيه جديده، وبيبتدي لانه بيعيشه كحاجه مرتبطه في طفولته، فيبتدي يتصرف كانه لا دي علاقه جديده، والعلاقه دي ملهاش علاقه بابويا، لا ده انا بحبك انت، انت ما تشبهش ابويا، انت مختلف عن ابويا. زي المريضه اللي كانت بسالها ليه بتحبيني او ليه حبتيني، فقالت لي صوتك، نظراتك، همساتك شيء مش معقول. عارفين طبعا الاغنيه بتاعت ام كلثوم بتاع سيره الحب، ها؟ فقالت كده، قلت لها افترضي ان في واحد زي بالظبط بنفس مواصفات وقاعد مكاني وعمل معاكي اللي انا عملته، كنت هتحبيه ولا لا؟ انا كده بعالج الايه؟ الطرح اللي هي ايه؟ اللي هي عملته. فقالت لي زيك ما تخلقش اتنين ونفس الايه؟ قلت لها بنفترض ان في حد زيي وقعد معاك وعمل اللي انا عملته بالظبط، كنت هتحبيه ولا لا؟ قالت اه كنت هحبه. قلت لها اذا انت ما حبيتنيش انا شخصيا، انت حبيت الدور اللي انا، واللي حب الدور اللي انا عملته معاه ده عشان مصلحه مين؟ يبقى انت بتحب نفسك، واللي بتحب نفسها ممكن تنتحر زي ما انت انتحرتي. المريضه دي كانوا جايبينها لي لانها انتحرت، جابوها لي من الاستقبال بعد ما عملوا لها اسعافات وهي شاربه بوليس نجده مبيد حشري. فبعد كام جلسه كان ظهر الطرح وبدات تقول لي انا بحبك انت، وقالت بقى الاسطوانات اللي قلتها لكم ديت. لكن طبعا احنا واحنا بنعالج الطرح بنحاول ان احنا نبقى ايه؟ ما نصدمش المريض عشان ما ينقلبش ايه؟ علينا ويبتدي يبقى ايه؟ عدائي. طبعا على المعالج انه ايه؟ ما يخليش الحب يصل الى الحد الاقصى، او العداء يصل الى الحد الايه؟ الاقصى. دايما عايزين الامور تبقى ايه؟ يعني وسط. ها؟ احبب حبيبك هونا ما فقد يصبح خصيمك يوما ما، وابغض خصيمك هونا ما فقد يصبح حبيبك يوما ما. احنا عايزين نبقى ايه؟ بحيث ما نخليهوش يصل الى العداء ولا يصل الى الحب الجارف اللي يتحول الى ايه؟ الى شهوه وغريزه. طبعا بنحذر المريض في الوقت المناسب من الاحتمالات اللي ممكن ايه؟ يقع فيها، بس في الوقت المناسب. وطبعا دي بقى خبره وما بتجيش بسهوله. لما نستطيع ان احنا نفهم طبيعه الطرح بنحول الاخطار الى ايه؟ مكاسب. انما لما بنعك وما احناش فاهمين طبيعه الطرح، لا ده احنا بنحول الامور الى مصايب يعني. طبعا احنا بنبدا في تقويه الانا الضعيف باننا نخليه يفهم نفسه زي ما بنفهم ايه؟ سلسبيله، زي ما بنفهم ايه، وان ضعفه بيرجع الى مطالب الهوى والانا الاعلى. وزي ما انتم شايفين كنا دايما بنتكلم عن الانا الاعلى وسيطرته ورغبه الهوى في انه يحس بايه؟ باشباعات. طبعا الطرح بيحل في نفس المريض محل الرغبه في الشفاء، ويصبح طالما هو ودي ومعتدل بيبقى عامل فعال في تاثير الطرح. طالما الطرح ايجابي وودي وفعال بيبقى في اتجاه العلاج. لكن لما يبقى وبيبقى المحرك الاساسي للعمليه العلاجيه، لكن لما يبقى عشق عنيف او ينقلب الى عداوه بيبقى المحرك الاساسي للايه؟ للمقاومه. فالعشق العنيف المعالج ما بيستجبش له، ولو استجاب له يبقى وقع في الايه؟ في المحظور، وما بقاش علاج، ما بقاش علاقه علاجيه، ولا ينقلب الى عداوه، نفس الحكايه. فعشان كده
بنبقى حريصين انه ما يوصلش للعشق العنيف ولا تصل لدرجه الايه؟ العداوه الشديده، لانه كده هيخش في الايه؟ في المقاومه. يعني طبعا كده هيشل قدره المريض على الايه؟ على التداعي، لانه بدل ما بيقول اللي جواه هيبتدي يخبي ويبتدي يكتم. وهنا دخلنا بقى في عقبات ضد الايه؟ ضد العلاج، لانه المريض بيقاوم انه يتكلم وتبقى الفكره جايه على باله وهيقولها لكن يستخسرها في الايه؟ في المعالج. دخلنا بقى في استخسار ودخلنا في ايه؟ في صراع، والسبب المقاومه، لان المقاومه هي اللي بتخليه يبتدي يضن باللي جواه على المعالج، وكانه عايز المعالج يفشل. طبعا تحليل او تحليل نفسي عميق او علاج سايكو دينامي عميق من غير طرح ده امر مستحيل. وزي ما قلت لكم قبل كده، الطرح مش خاص بالعلاج النفسي بس، ده ظاهره عامه للنفس الايه؟ الانسانيه. وزي ما قلت لكم، ممكن واحده تروح لدكتور باطني ويكشف عليها وبيهتم بيها وبيراعيها وبيريحها من المها، فتبتدي تطرح عليه وتبتدي تعشق هذا الايه؟ هذا الطبيب. يعني بيحصل في كل التخصصات اللي فيها تعامل. ممكن قوي واحده من حضراتكم وهي بتسمع مني وبتتعلم مني فتبتدي يبقى عندها طرح تجاهي وعندها ايه؟ مشاعر موجبه تجاهي. واحده ثانيه لما بتسال ما بعبرهاش وما بسالش فيها، فممكن يبقى جواها طرح ايه؟ سلبي تجاهي. واحدة تالتة بتسأل سؤال خارج الموضوع بكتمها، أو واحدة بتزق الكرسي فبقول لها ترزعي على طريقتي اللي بعملها، فتبتدي تطرح طرح ايه؟ سلبي. فوارد انه الطرح يبقى موجود في جميع المواقف الإنسانية، لأنه ظاهرة ايه؟ إنسانية. ممكن تركب القطر جاية من اسكندرية، وواحد قاعد جنبك كده راجل ظريف ولطيف، وشال من ايدك الشنطه حطها لك على الرف، وقال لك تحب تقعدي جنب الشباك تعالي جنب الشباك، وقعد يتكلم معاك بظرفه ويسمعك وانت بتتكلمي، على اخر المشوار هتكوني طلعت. يعني فدي ظاهره ايه؟ ظاهره انسانيه موجوده جوانا في كل المواقف. طبعا وده اللي يقرر نجاح الطبيب في مهمته او لا، اللي هو ايه؟ اللي هو الطرح ده. والعلاج النفسي من غيره امر مستحيل، لكنه ما هوش حاجه خاصه بالعلاج النفسي بس، ده خاص بكل العلاقات الانسانيه. ودي بتحصل كتير قوي، يتقدم واحد يخطب البنت الكبيره، ولكن البنت اللي وراها بنت حركه كده وبتحب تنكت وبتاع وايه، وبعدين ايه هو يبتدي يستظرفها ويبتدي يحكي معاها، تبتدي تحبه جدا، واختها تغير منها، وهي بقى عماله ايه؟ اما يجي تروح نط وتجري وتقعد بقى جنبيه قبل اختها اللي هي خطيبته ما تروح. هنا الام هتعمل ايه؟ مش هتدخلها وهيخافوا منها. ليه؟ لانه بدا يطرح عليها وبدات تطرح عليه من ضمن العلاقه الانسانيه اللي يخض مين؟ الام. وكتير جدا من الازواج اللي اتجوز وبعدين اخت مراته اللي هو مستظرفها تروح عندهم تقعد عندهم تبيت ليله ويتحرش بيها، وبعضهم بيعمل معاها علاقه كمان لو كانت متجوزه. وده بنشوفه لان ده جزء من الايه؟ ظاهره عامه للنفس الانسانيه. فده خطر، عشان كده لازم نبقى واعيين بحجم الايه؟ العلاقات. ولازم لما بنعالج حد بنساعده انه يعي حدود العلاقات، ويبتدي ما يغرقش في حاجات ممكن تحطه او تحط غيره او تحط الاسره كلها في موقف ايه؟ في موقف محرج. طبعا ده عامل دينامي زي ما احنا قلنا. وفاكرين لما كنت بقول ان فرويد كان بيدور
على العامل الدينامي اللي بيعمل الهستيريا. قلت لكم لما راح عند شاركو عشان يتدرب على التنويم وعلاج الهستيريا، فسأل شاركو سؤال، قال له ايه العلة في مرض الهستيريا؟ قال له دي علة دينامية. اخذ الكلمة دي وقعد يدور عليها لغاية طبعا ما عمل مدرسة التحليل النفسي وسماها طبعا الدينامي او السايكو دينامي. فطبعا المنومون بقى بيقولوا على العمل الدينامي ده ان هو القابلية للإيحاء والقابلية للتنويم. وانا بكلمكم اللي قعدوا معايا بعد الظهر وسمعوني وانا بتكلم عن البرسبشن وبتكلم عن التنويم المغناطيسي، سمعوا ايه؟ فاكرين؟ نعم؟ سمعتوا انه التنويم ايحاء ذاتي لما نرتاح لحد. وقلت لكم كان عندي مريضة كانت بتعمل تنويم ذاتي لنفسها من غير ما اطلب منها، هي تبقى ريلاكس في الجلسة وبتتكلم وبتسترسل انها تتكلم عن طفولتها، ولاقيها بدأت تتكلم بصوت طفلة وتعيش كأنها طفلة وتبتدي تتكلم عن حاجات حاصلة في طفولتها، وبتشوف أبوها توصفه بشكل وتشوفه ما توصفه بالشكل اللي كانت وهي ايه، وعايشة موقف تنويم كامل. وبعدين في الآخر تبتدي تفوق وترجع إلى ايه؟ إلى شخصية. فده نوع من التنويم الايه؟ الذاتي. طبعا لما بيصبح بتاع الطرح سلبي زي في الفصام او البارانويا، طبعا انت عارفين مرضى البارانويا شكاكين وما يطرحش على المعالج، بل بالعكس ده يشك فيه. وكتير منهم يجيني مع اهله يقول لي ما انا عارف انت هم مكلمينك ومدينك خبر وانت عارف انهم حاطين لي حاجات في دماغي عشان تديهم كل الافكار اللي في دماغي وانت اللي بتوجهه، ده من اولها كده وهو لسه ايه جاي. فده ده بيعمل طرح عليا، ده بيلبسني ايه؟ بيلبسني توها، لانه بيسقط عليا الديليوجنز بتاعته اللي تجاه بتوع المخابرات وتجاه مش عارف امن الدوله وتجاه، فبيسقطها عليا ان انا جزء من هذا الايه؟ من هذا التشكيل. فهنا البرناوي ده وبتاع الفصام كمان، انتوا عارفين بتاع الفصام عنده خلل في التفكير وخلل في الوجدان والانفعالات وبالتالي ما بيطرحش. عشان كده التأثير السيكولوجي على المرضى دول ما بيبقاش سهل، وما بينفعش نعمل لهم علاج ايه؟ نفسي. ولما لو استخدمنا معاهم الإيحاء برضو، بعض الناس بتستخدم معاهم الإيحاء ولكن ما بيجيبش نتائج علاجية مرضية. طبعا احنا ساعات نحفز المريض على انه يعمل مقاومات ويتغلب على الطرح عشان الطرح ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مؤذي، سواء كان هذا الطرح ايجابي او ايه؟ او سلبي. وبنفهمه انه ده ابتعاث لعلاقات ايه؟ قديمة مكبوتة في طفولته، وبيبتدي فعلا يبقى ده موجود تجاه المعالج، بس بعد فتره من العلاج بيبتدي يطرح ويشوف المعالج بديل للايه؟ للاب، ويتكلم معاه كانه بيتكلم مع الاب. احنا بقى بنحصل على الماده بتاعتنا اللي بنتعامل معاها في العلاج السايكو دايناميك من ايه؟ شايفين دول كلهم؟ المريض بيدينا معلومات لكن في نفس الوقت عنده مستدعيات اللي هي ايه؟ اللي هو الفري اسوسيشن اللي هو التداعي الحر، وفي نفس الوقت عنده حاجات طرح، وفي نفس الوقت عنده فلتات لسان. سمعتوا فلتات لسان النهارده؟ بتاع مين؟ قالت اتجوز علي، يعني بدل ما تقول اتجوز على امي قالت اتجوز علي. فهنا دي ايه؟ فلتة لسان تقول ان هي كانت عايشه دور ان هي ايه؟ هي اللي مراته مش امها. ها؟ فدي فنة لسان بتورينا تفسير الاحلام كمان. وقلت لكم عن تفسير الاحلام واتكلمنا عليه كتير. فدي نظريه المراده بقى في السايكو دايناميك سايكو ثيرابي. دي عندنا تسبيح.
اكتئاب وعندنا ميول نقصيه. وطبعا لكل المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلت لكم ان في تثبيتات للمرحله الفميه وتثبيتات للمرحله الشرجيه وتثبيتات للمرحله القضيبيه وتثبيتات حتى للكمون، وقلنا ان التثبيتات دي بيصاحبها ميول نقصيه. وشفنا ايه لما بتعمل نقوص الى طفله وتتبول في الفراش بتتنافس مع اختها الصغيره، اختها الصغيره بطلت تتبول لكن هي بتتنافس معاها على ان انا اعيل منك ومحتاجه اهتمام اكتر منك. فهنا شايفين الميول النقصيه شكلها ايه؟ طبعا وطبعا الدفاعات غير الناضجه للتعامل مع القلق بتحصل، اللي هي انها تفرغ المثانه عشان تلفت الانتباه. طبعا الاغلب من الطاقه بيتبدد في الدفاع ضد النزاعات قبل الجنسيه، اللي هي نزاعات تجاه حب الاب اللي عايشاها مين؟ ايه. في نزاعات عايشاها ايه بتبدد طاقتها، والنزاعات دي نزاعات ايه؟ قبل الجنسيه، اللي هي النزاعات بتاعتها كطفله واحتياجها الى ايه؟ الى احتواء الاب واحتياجها الى اهتمام الاب اللي هو مش شايفها خالص ومش شايف غير البنت اللي ايه؟ الصغيره. عشان كده هي بتشتبك مع البنت الصغيره فيما بين اليقظه والايه؟ والنوم، فيما بين الدسوسيشن والمواجهه الواقعيه. طبعا قليل من الطاقه هو اللي بيفضل متاح، طبعا ما بتستهلك في ايه؟ في الاعراض والدفاعات. فالقليل من الطاقه هو اللي بيستنى عشان يتوافق مع ضغوط الحياه البالغه، والضغوط البيئيه بتزود من الحيل الدفاعيه. يعني آية لما أبوها بيصدمها وبيعمل بيقول لها زميلتك اللي سماها فين بها سماها نوال ها؟ زميلتك أشطر منك وزميلتك بتعمل وزميلتك بتعمل، هنا بيعمل عليها ضغوط إيه؟ بيئية. هذه الضغوط البيئية بتزود الأعراض الإيه؟ المرضية. يعني هي البنت كانت كويسة وفضلت كويسة يومين بعد الجلسة، وبعدين في اليوم الثالث هو قال لها الايه؟ عمل عليها ضغط بيئي، فبدأت الأعراض المرضية تزيد عليها، خاصة إنها ما واجهتوش وما دفعتش عن نفسها ولا ردت اعتبارها لذاتها، لكن هز اعتبارها لذاتها وهز إحساسها بذاتها وشلفتها نفسيا. فعشان كده الأعراض المرضية بتاعتها بدأت تزيد. في مواجهة التهديدات بقى بيبقى الشخص عند الشخص دافع قوي انه يعمل اي قدر من الطاقة مهما كانت عشان يخلي النزاعات بتاعته بعيدة عن دايرة الايه؟ الشعور. فالسلسبيل بتعمل مجهودات شاقة جدا عشان تخبي ها في دايرة اللا شعور، بتخبي العلاقة بتاعتها بمين؟ بابوها. وكانه لا ده انا كنت بحبه لكن انا قفلت في وشه الباب وانا مش عارف ايه وانا ايه. الله ده اتجوز عليك ده يعني ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان في حب جامد جدا وهي عايزاه يستنى بعيد عن دايره الشعور ومش عايزه تطلعه، لكن فلتات اللسان بتظهره. طبعا الاعراض هي دفاعات ضد الرغبات اللي هي غير مقبولة. يعني البنت اللي جاية وبتقول أنا عندي المنطقة الجنسية بيطلع منها دخان، وده لأن أنا أصلا اتجوزت الحسن حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. هي لما بتقول كده هي عندها غريزة جنسية وخايفة تعترف بأن عندها غريزة جنسية وكأن دي جريمة، فبتكبتها بشدة. ولكن هذا الكبت الشديد بيبحث عن إيه؟ الغريزة بتبحث عن مخرج، فتبتدي تخرج لها في شكل إحساسات جنسية، وإنه في دخان بيطلع من المنطقة دي من كتر الاحتكاك للممارسة اللي هي عايشاها على مستوى الخيال، فبتبتدي تظهر عليها أعراض مرضية ولكنها خناقة مع إيه؟ مع الغريزة اللي هي بتكبتها.
طبعا الاعراض بتبقى تعبيرات غير مباشره لرغبات الشخص غير المقبوله. فالبنت ديت اللي بتشوف الاعراض دي وبيجي يمارس معاها و و و كل ده تعبير عن ايه؟ رغبات غير مقبوله انها تظهرها ومكبوته، وبالتالي هي بتطلعها في اشكال تبقى مقبوله وتبقى في شكل ايه؟ لا ارادي، وكانها مفروضه عليها. طبعا احنا فاكرين الرسمه ديت اهو، ادي الكبت اهو، ادي الرغبتين هم بيتنافسوا في صراع بينهم. اذا كان الصراع شعوري مفيش منه ايه؟ مشكله، اللي هو ده الصراع على مستوى الوعي، زي صراع سلسبيل مع ايه؟ مع جوزها، صراع شعوري. لكن صراعها مع ابوها في جزء لا شعوري، انها كانت تعيش دور زوجته، ده جزء ايه؟ لا شعوري، بان في فلته اللسان بتاعتها. فطول ما الصراع شعوري مفيش منه مشكله، لكن لما يبقى الصراع شعوري بيحصل له ايه؟ لا شعوري، وحاصل له كبت، فتبتدي الرغبه تدور لنفسها عن مخرج من الايه؟ من الكبت. فلما تدور على مخرج يقوم المخرج يبقى ايه؟ يبقى اعراض مرضيه. طبعا المعالجه السايكوديناميه بقى احنا بنحاول نعيد بناء الايه؟ بنحرره من القيود بتاعته. ما هو متكتف وبيعمل حيل دفاعيه وعمال يهرب من مواجهه الواقع وما عندوش اعتبار للذات، وبنساعده انه يسيطر على الايه؟ على الهوى، وانه ما تخافش منه لانه ده جزء من غريزتك اللي ربنا خلقها فيه. زي الست اللي جايه لي متجوزه وجوزها راجل مهندس ومشغول وممارسه العاده الحميميه بينه وبينها قليله، فالجايه لي بتشتكي من انها عندها وساوس تخيلات جنسيه، بتتخيل انها بتمارس جنس مع حد وهي صاحيه، وبعدين بتلوم نفسها وبتقعد تقطع في نفسها بقى وتشتم نفسها وتحس بالذنب وتقعد تعمل كل الحاجات اللي بتكفر بها عن الذنب، ولكن برضو الخيالات او التخيلات الجنسيه موجوده، ومش بس في اليقظه، موجوده في ايه؟ في الاحلام كمان. فكأنها فقدت السيطرة على الإيه؟ على الهوى. وفقدها السيطرة على الهوى ده لأنه الأنا بيعمل كبت شديد جدا، فبيكبت الإيه؟ الغريزة، فبتطلع في صورة الأعراض المرضية. أفكركم تاني بالصورة أهي، لأنه في كبت شديد جدا فالرغبة بتبحث عن مخرج فبتخرج في صورة إيه؟ أعراض مرضية. فهي حصل معاها نفس الشيء. فانا بعمل ايه؟ بقول لها يعني انت خايفه من ايه؟ خايفه من غريزتك؟ ما دي حاجه طبيعيه ربنا خلقها فيك. خايفه منها ليه؟ هي ايه المشكله ان يبقى عندك غريزه جنسيه وانك تعملي تخيلات جنسيه؟ ايه المشكله يعني؟ بس حرام يا دكتور، وده تعتبر خيانه لزوجي، ومش خيانه لزوجي. خيانة انت بتعملي حاجة؟ دي حاجة بتطلع لك لا إرادية، بس مشكلتك في الخناقة معاها لأنك رفضاها، وإحنا كل ما نضغط عليها ونرفضها لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الإيه؟ في الاتجاه. يبقى إذا أنت طول ما أنت في المعركة دي كل المعركة ما بت إيه؟ ما بتشتد. عشان كده إحنا مش عايزين المعركة ديت، فإحنا بندور على الحاجات المكبوتة وبنشجع الأنا على إيه؟ تصحيح، وان يحل المشكلات بتاعته بصوره واقعيه افضل من الهرب. فاحنا لما بنساعد ايه انها تخرج المكبوت من الغيره تجاه مين؟ اختها الصغيره. فبتخرج المكبوت كده، وبعدين نشجعها على انها ايه؟ تصلح الغيره ديت، وانه انا مش قدها ومش لازم اعمل نقوص وانزل لمستواها، لا ده انا احسن من كده واعلى من كده، ونعمل سبليميشن. فاكرين لما قلنا نعمل سبليميشن اللي هو التسامي عشان نصلح اداء الايه؟ الانا، وده يساعدنا ان احنا نحل مشكلتنا بطريقه ايه؟ واقعيه وطريقه صحيه. طب يعني لازم نعي ان الاستجابات المرضيه للبيئه بتنبع من ايه؟ من اللاشعور. وطبعا
العمليات البدائية هي اللي جايباها، اللي هي العمليات اللي بيعملها الهوا. ها الهوا لما بيعمل عمليات بدائية زي ما قلت لكم في الأول خالص، اللي جعان ومفيش قدامه أكل وفي حتة مقطوعة بيقعد يتخيل إنه إيه؟ بياكل. إنه لقى صباطة موز في الصحراء صدفة كده وقاعد يتخيل إنه عمال يقشر موز وياكل، هل ده هيشبعه؟ مش هيشبعه. لكن ده نوع من العمليات البدائية اللي بيهرب بيها الأنا من مواجهة الواقع، بيلجأ للعمليات البدائية بتاعت الهوى ويبتدي يمارسها. لكن لما يبقى الأنا واعي بالمقاومة اللي هو بيعملها، وإنه الأعراض والمقاومة الاثنين دفاع ضد النزعات غير الإيه؟ غير المرغوبة. فهو بيقاوم، والأعراض المرضية الاثنين ضد النزعات غير المقبولة. لما يطيع إطلاق جزء ليها هيرتاح ولا مش هيرتاح؟ هيرتاح. عشان كده بنبتدي نتعرف على النزعات بتاعته، والطفل بيفتكر إنه كراهيته لأخوه هتدمر العالم كله، أخوه اللي هو غير منه، هتدمر العالم كله وهتعمل انفجارات وبراكين وبلاوي بتقتله. لكن احنا لما واحنا بنعالجه وبيعبر عن هذه الغيرة، وبنفهمه ان الغيرة دي حاجة طبيعية، وان كل الاطفال واحنا لما كنا صغيرين كنا بنغير من بعض من اخواتنا وحاجات كده، وان ده شيء طبيعي وما تتخضش منه، فبيبتدي يبطل الفعل الوسواسي اللي هو بيعمله للتغلب على مشاعر الايه؟ العدوان. مش عايز اخش في الوسواس والديناميات اللي فيه، لكن الطفل دايما بيبالغ في الايه؟ في النزاعات بتاعته، والمريض برضه بيبالغ في النزاعات بتاعته، زي الست اللي قلت لكم جايه ومخضوضه جدا من خيالاتها الجنسيه وكانها جريمه خطيره جدا. قلت لها ما دي غريزه ربنا خالقها فيك، ولان الغريزه عندك ما بيتحققلهاش الاشباع الكافي، فعشان كده بيحصل لك ده. ايه المانع انك تطلبي من جوزك انه يهتم بيك شويه بس تتحل المشكله؟ قالت فعلا هعمل كده. طب وانه يمكننا استخدام دفاعات اكثر بنائيه، يعني حاجات ايه؟ مجابه، يعني تطلع طاقتها في ممارسه رياضه. هذه الست اللي انا بتكلم عنها مدينه وكسوله، ما بتعملش حاجه خالص غير انها دوب تعمل شغل البيت وترحب. وزنها طبعا حوالي 130 كيلو. طبعا التعبيرات او الحاجات الاكثر نضجا لما ساعدتها عليها انها تحول الطاقه الى ممارسات رياضيه، وتعمل اذا كانت هوايتها الرسم ترسم، اذا كان هوايتها القراءه تبتدي تقرا، اذا كان هوايتها الكتابه تبتدي تكتب، إذا وهكذا. شوف ايه هوايتها بحيث انها تخرج فيها طاقتها، بنساعدها انها تعمل سبليميشن اللي هي حيل بنائيه وصحيه اكثر من الحيل الايه؟ بتاعه الوسواس. كيف يتم زياده الوعي؟ طبعا من خلال التداعي الحر من جانب المريض، بيتداعى من غير دفاع، وبعدين بتظهر الغرائز لانها مصدر كل الطاقه، وعشان نساعد المريض انه يستمر في مواجهه المخاوف والدفاعات، بيعقد المعالج تحالف مع ايه؟ مع انا المريض. يعني احنا بنعمل تحالف مع الايجو، بحيث الايجو ده يبتدي يساعدنا في انه يسيطر على الايه؟ على الغرائز، ويعمل حيل دفاعيه ايه؟ صحيه، بحيث انه يتجنب النفوس ويتجنب خداع النفس، لكن يعيش حاجات واقعيه تساعده على انه يتكيف اكتر وينجح اكتر. طبعا ده الجزء المنطقي اللي بيرغب في الشفاء، ومن خلال التفاعل بيبتدي يرغب المريض تحالف بقى، المريض بيبتدي يرغب في استدعاء تفاصيل احلامه وذكريات طفولته، حتى لو كانت مرتبطه بنزعات ايه؟ معدلة. يعني حتى لو كانت بتحتلم انها بتمارس علاقه جنسيه مع ابوها، بتبتدي ما تتكسفش تقولها، وتبتدي تقول لنا كل النزعات المهدده اللي جواها، بحيث انها تبقى ايه؟ تساعد نفسها فعلا عشان تصل الى الايه؟ الى الشفاء، من خلال التحالف العلاجي مع الايه؟ مع المعالج. طبعا انتوا شفتوا ده في ايه، وشفتوا تعاون ايه، ها؟ بتتكلم عن تفاصيل طفولتها وذكرياتها،
وبتتكلم عن غيرتها من اختها، وبتتكلم عن ازاي عبرت عن هذه الغيره في الصراع والخناقه اللي هي اجرتها نص نايمه ونص صاحيه. فكل ده النزعات المهدده بدات تعبر عنها، وكل ده بيعملوا الايجو معانا عشان يساعدها الى انها تتكيف احسن. طبعا بيستخدم المعالج اربع اساليب مهمه: المواجهه والاستضاح. الاستضاح يعني لما الست قالت لي، بقول لها جوزك عصبي ولا هادي؟ قالت لي هادي. قلت لها هادي يعني ايه؟ مش كده؟ وكان ده مفتاح لايه؟ لكل حاجة حصلت في الجلسة. ده استضاح. اسمه ايه؟ استضاح. استضاح. تفسير. التفسير قلناه لها في بعض مواقف، وبنقوله أكتر لآية، لأن آية معانا بقالها ايه؟ وقت أكتر. العمل من خلال رحلة العلاج، أعتقد إن إحنا شغالين مع آية، وبتتقدم جلسة عن الايه؟ عن اللي قبلها. دي الحاجات اللي إحنا بنعمل. العمل الاستبصارات بقى بتتحقق من خلال التفسيرات اللي بتوضح المقاومه وبتوضح الطرح، فيبتدي يستبصر المريض اكتر، ويصبح المرضى واعيين بحده الايه؟ بحده شعوريه، يعني بيبتدي يبقى واعي بصراعاته، وواعي برغباته المكبوته وازاي بيعبر عنها، وواعي بحيله الدفاعيه والاعراض المرضيه بتاعته، ويبقى عارف ازاي ان الاعراض المرضيه بتاعته هي نتاج لحيل ايه؟ دفاعيه، عشان الآلة بيقاوم الايه؟ الغرائز بشكل غير صحي، فلما بيقاوم بشكل غير صحي بيستحدث أعراض ايه؟ مرضية. ويصبح المريض واعي بطرق جديدة ناضجة لضبط نزعاته، تسمح له ببعض الإشباع من غير ما يحس بالايه؟ بالذنب. طبعا بتعتبر المواجهة والاستيضاح خطوات تحضيرية لأهم مدخل في التحليل النفسي، وهو الايه؟ التفسير. احنا ما بنفسرش الا في اللحظه الايه؟ المناسبه. ويا ريت لو اطلع التفسير من الايه؟ عشان كده بتبسط قوي لما اسال ايه على تفسير وتروح ايه؟ قايلهولي. قالت اللي انا ايه؟ اللي انا عارف انها هتقوله، واللي انا عايزها تقوله. او اللي لو ما قالتوش انا هقولها. فكون انها تقول هي، يبقى كده انا وصلتها للمرحله انها خلاص بعد على لسانها وقالتها. يعني انا كده نجحت في اني انمي جواها الفهم والاستيعاب للي انا عايز اوصله، لدرجه انها هي تقوله بنفسها. وطبعا اللي هتقوله بنفسها هتبقى مقتنعه بيه اكتر من اللي انا ايه؟ من اللي انا هقوله. طبعا ده بيجعل الظاهره اللاشعوريه بيجعلها ايه؟ شعوريه. طبعا ادي الرغبتين هما وهما بيتصارعوا، وقلنا اللاشعوري ما فيش ضرر منه، لكن المشكلة فين؟ في اللاشعور. هو اللي بيوصل لإيه؟ يعمل كبت للرغبة، ولما يعمل لها كبت تبتدي تبحث عن مخرج، فتعمل أعراض إيه؟ مرضية. لكن هنشوف هنا بقى اللي بيحصل في العلاج. آدي بقى دور الإيه؟ دور المعالجة. نحول اللاشعوري إلى إيه؟ ولما يبقى شعوري ما يبقاش منه إيه؟ فإحنا كده يبقى حلينا الصراع، وقدرنا ان احنا نساعد الايه؟ المريض بزياده الوعي. طبعا المحلل بستخدم اللاشعور بتاعي انا، فان استلهم حاجات من كلام المريض، ومن خلال تفهمي للمريض بستلهم حاجات، ومن خلال المعلومات اللي هو بيقولها، ومن المعلومات النظري اللي هي عندي اساسا كفهم للنفس البشريه، عشان اوصل لتفسير، وعشان التفسير يبقى تفسير يتوافق مع حالة المريض، ما يبقاش تلفيق، ما يبقاش انا بلفق له حاجات وبلبسها له، لان ياما دكاترة بيلبسوا ومعالجين بيلبسوا حاجات وبيقولوا كلام غريب. يعني الاقي مريضة بتاعت وسواس قهري، وبعدين راحت لمعالج او طبيب ايا كان، وبعدين قالت له ايه اللي عندي ده يا دكتور؟ يقوم يقول لها بقى ايه؟ اصل عقلك الباطن بيضغط على عقلك الظاهر، ولما بيضغط على عقلك الظاهر بيحصل نوع من ايه؟ من عدم الارتياح، فالوساوس بتصل. الكلام كانه ايه؟ علمي. لكن هل هو ده اللي حاصل في الوسواس؟ مش هو ده اللي حاصل في الوسواس.
يعني لما تيجي تقول له انا بشوف خيالات جنسيه زي الست اللي انا قلت لكم عليها دي، الام يقول لها اصل عقلك الباطن بيضغط على عقلك الظاهر، ولما بيضغط على عقلك الظاهر بيبان الايه؟ الوسام. يعني هو كده يعني افتى فافاد يعني. فالتفسير ما يجيش، التفسير ما يجيش الا بعد فهم للايه؟ فهم للمريض. هنقف على الخطوات بتاع العلاج السايكوداينامي لان احنا طولنا في المحاضره وهنكملها المره الجايه، لكن هناخد بريك ونرجع عشان نشوف الحاله الكلينيكيه وعشان نتكلم على الادراك اللي احنا ما كملناهوش المره اللي فاتت. نشوفكم بعد البريك.